السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده لكل العرايس والمقبلات على الزواج، ايه الحاجات اللي ناخد بالنا منها اول الزواج عشان تبقى العلاقة الزوجية في اولها ايزي ميزي كده والدنيا سهلة. لو انت لسه مش مشتركة طبعا تشتركي وتفعلي الجرس وتعملي لايك حلوة لياسمينة. يلا بينا على اول حاجة. بصراحة يا بنات، انا بالنسبة لي اهم حاجة في العلاقة الزوجية اللي هي نعملها ليلة الدخلة الصلاة، اننا نبدأ حياتنا بالصلاة. وطبعا انا بتكلم الصلاه دي، الصلاه يعني بصفه عامه، سواء احنا مسلمين مسيحيين يهود، يعني اي يعني ديانه من الديانات السماويه، او بتكلم عامه. مفروض ان احنا حياه زوجيه داخلين عليها نبدا حياتنا بالصلاه، وكل واحد بقى يصلي حسب بقى ايه ديانته او عقيدته، لكن لازم نبدا حياتنا ان احنا بنشكر ربنا. الزواج ايه من ايات الله، فاحنا لازم لما احنا يتحقق لنا الزواج ده ان احنا نشكر ربنا على الزواج. فنصيحتي لكل عريس وعروسة، اول حاجة هنعملها في بيتنا اننا نصلي. طبعا البنات اللي بتقولي احنا بنصلي بالفستان والحاجات دي كلها، لا طبعا، حضرتك بتدخلي البيت بتقلعي فستان الفرح، بتدخلي تاخدي شاور وبتتوضي، بتقلعي الطرحه والحاجات اللي هي ديت، وبرده الزوج بتقولي، وبعد كده ايه بنصلي، وبعد كده ايه نبدا نسمع بقى موسيقى او حاجه، او نبدا بقى حياتنا وعلاقتنا الزوجيه. فبنبدا حياتنا بالصلاه واننا نشكر ربنا. طبعا تخيلوا ان حد بيبدا حياته ان هو بيغضب ربنا، يعني اي حاجه بقى، انا مش هقول بيغضب ربنا ازاي، فده حياته هتبقى عامله ازاي. طيب الحاجه بقى المهمه اللي زي الصلاه، ان ما يحصلش علاقه زوجيه الا لما نقول دعاء العلاقه الزوجيه. وطبعا طالما حاجه وصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فده اتباع سنه رسول الله امر واجب. فحضرتك ما بيحصلش علاقه زوجيه الا لما بتقولي دعاء العلاقه الزوجيه، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لان احنا عارفين ان احنا حتى لو احنا الشيطان ومش بنشوفه بعينينا فهو موجود حوالينا. وفي احاديث كتيرة للرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو الشيطان بيجامع في الذرية وحاجات كده. فحضرتك عشان ربنا يرزقك الذرية الصالحة، فبتقولي الدعاء ده في اول علاقة زوجية واي علاقة زوجية بعد كده، يعني انت مش بتقوليها اول مرة بس، كل مرة في علاقة زوجية حاولي افتكري وقوليها. انت تفكري زوجك، زوجك يفكرك، حاولي اكتبيها كده وعلقيها قصادك، وبعد تقريبا شهر او شهرين لما كل يوم كل يوم هتقوليها، فانت خلاص ايه هتفتكريها بعد كده. ايه الحاجه اللي بعد كده؟ مهمه قوي نحاول كل البنات تلتزم بيها من اول الزواج، الاحترام المتبادل بين الطرفين، بين الزوجين. يعني جات لي رساله كده، زوجه متضايقه جدا من زوجها، لانه ايه في الرايحه وفي الجايه يقول لها يا بت تعالي، يا بت روحي. فانا قلت لها بمنتهى البساطه، هو كان بيقول لك يا بت من فتره الخطوبه؟ بس بصراحه هي ما ردتش عليا. فلو هو بيقول لك يا بت من فتره الخطوبه وانت كنت متقبله ده، ما تجيش تشتكي بعد الجواز. طب ما انت كان على قلبك زي العسل في فتره الخطوبه، متضايقه ليه بقى في بعد الجواز ان هو بيقول لك يا بت روحي يا بت تعالي؟ فخلاص يعني حق كده. فانت خلاص، انت كان المفروض من الاول، المفروض من لما يقول لك من الاول يا بت او اي جمله، انت ايه، انت هبله، انت عبيطه، انت كذا، انت من الاول لو قلتي له ان انا ما بحبش كده، اصلي بهرج معاكي، اصلي بستظرف معاكي، خلاص هو انت بتهرج معايا، انت بتقولي يا بت. طب لما انا اقول لك مثلا يا واد او يا اي حاجه تانية، انت هتتبسط؟ فدايما الراجل اللي شويه يعني سوري ما عندوش دم او كده، لما ايه يقول لك اصل انا بهزر معاك، قولي له طب انا ههزر بنفس الطريقه، هتلاقيه بطل على طول، هتلاقيه بطل، لان هو مش هيقبل على نفسه كده. فاللي انت ما تقبلوش على نفسك ما تقبلوش عليا، والمفروض ان احنا زوجين واحنا الاثنين واحد وبنخاف على مشاعر بعض. فاللي عايزه تعيش مع جوزها طول حياتها هي محترماه وهو محترمها، ان احنا نحط النقط على الحروف ويبقى في احترام متبادل ويبقى في خطوط حمراء. ايه هي الخطوط الحمراء؟ ان ما ينفعش عشان احنا متجوزين اشتم امك وتشتم امي، اشتم اهلك وتشتم اهلي. حضرتك واخدني بنت ناس محترمه وانت راجل محترم من عيله محترمه، احنا مثلا متخانقين في اي حاجه، ايه اللي دخل اهلنا في الموضوع؟
يعني انا مضايقاك، انت مضايقني، انا زعلانه منك، انت مغضبني، ايه اللي دخل بقى ايه امي وابويا واخويا وامك واهلك ومش عارفه ايه؟ لا، يبقى ايه الحوار يبقى في اطار الاحترام، لان اول انت ما هتفقدي الاحترام اول حاجه يبقى بالشتيمه، بعد كده بالتهزيق والاهانه والسب، بعد كده بالضرب، بعد كده بحاجه تانية. فصدقوني مش معنى ان احنا الاتنين محترمين بعض ان احنا دمنا تقيل، ولا بالعكس، الاحترام ده بيولد الحب، لان الاحترام بيزود المودة اللي ما بين الزوجين. فاحنا من اول الخطوبة لو متجاوزين مع بعض بالكلام، فتوقعي ان بعد الجواز هيبقى في حاجات اكتر وهيبقى في تجاوز اكتر. طيب الزوج اللي من فتره الخطوبه كده، الخطيب اللي من اول الخطوبه، انت مثلا جسمك مليان سمينه، ايه ده اصلك تخينه، ايه ده اصلك بنطلون ضيق، ايه ده اصل انت هنشك ايه. طب ما هو لما بيعمل كده معاكي فتره الخطوبه، تخيلي هيعمل ايه بعد الجواز. واجي بقى اكلم البنات او انصحهم تقولي اصلي بحبه، اصل انا بموت فيه. طب يعني لما انت بتحبيه كده هو ليه ما بيحبكيش بنفس الحب؟ طب انتي بتراعي مشاعره، هو ليه مش بيراعي مشاعرك؟ نصيحة مني لأي واحدة مخطوبة، لأي واحدة متجوزة، جوز خطيبها أو جوزها ضايقها في حاجة، تكلمه مرة واتنين، تالت مرة تقولي له أنا هعاملك بنفس المعاملة، أنت هتقول لي يا كذا، أنا كمان هقول لك، هو اتريق عليكي اتريقي عليه، هو قال لك كلمة أو دلع مضايقك دلعيه دلع يضايقه ويطلع من صرصور ودانه، هتلاقيه بطل على طول. اسمعي مني، حاجة من الحاجات اللي بتزعل المتجوزين من بعض الفلوس. بصوا، اي ماديات بتزعل الناس من بعض. بيقول لك دايما ايه، اللي تحبه حبه ولا تناسبه ولا تشاركه. يعني انت بتحبي حد، لو ناسبتيه هتيجوا تتكلموا على تفاصيل النسب والفلوس والاسم والقايمه والمؤخر والمقدم والحاجات دي كلها، هتتخانقوا. لو شاركتوا بعض في محل ولا شركه ولا حاجه هتتخانقوا. فدايما الفلوس بتزعل الناس من بعض، مع ان الايه الحق حبيب الله، والمفروض ان احنا داخلين جمعيه متشاركين عاملين اي حاجه، ان احنا ايه 1+1=2، ومفيش حد يزعل ايه من الحق، الحق حبيب الله. فدايما الفلوس بتزعل المتجوزين من بعض. فحضرتك في وقت الخطوبه كده المفروض ابقى انا عارفه خطيبي دخله ايه، لو انا بشتغل يبقى هو عارف كذا، نتفق ان انا بشتغل قبل الجواز وهشتغل بعد الجواز، ان فلوس شغلي لنفسي، انا عايزة اشارك في البيت هشارك بمزاجي، هحدد مبلغ هحطه في البيت. مفيش واحدة تقولي اصل خطيبي مشترط عليا اذا انا اشتغلت احط اول كل شهر مرتبي على الترابيزة. حلاوتك وحلاوة اللي زعلوكي، يعني ايه ده، ايه ده اسمه ايه؟ حضرتك ليكي ذمة مالية مستقلة، مفيش حاجة اسمها اصل هو سمح لي بالشغل، اصل ده من وقت البيت، ده اسمه وقت البيت مش وقته هو. انت طالما مش مقصرة معاه خلاص ملوش حاجة عندك. حضرتك كنت بتشتغلي قبل الجواز هتشتغلي بعد الجواز، والكلام ده بيتكتب في عقد الزواج. حضرتك في صفحة قد كده في شروط، حطوا شروط زي ما انتوا عايزين، ان هو ما يتزوجش عليا الا لما يبلغني، ان هو لو تزوج عليا انا ما بقاش على ذمته. حطي اي شروط بقى تيجي في خيالك، انت حرة، ان انا هشتغل بعد الزواج، ان انا ليا ذمة مالية مستقلة، ان انا انت حرة يا حبيبتي تحطي الشروط اللي انت عايزاها. وانا هنا ما بقويش البنات ولا بعصي البنات، انا بعرفك حقوقك، اوكي تمام. فاحنا يعني انا هقول لكم على حاجة، انا يوم حنتي في فترة الخطوبة، انا خطيبي بيقول لي ان انا ما يعني انا ايه اتخرجت، وبعد كده ايه قدمت في كذا وظيفة كده وما حصلش توفيق، وبعد كده حصل ان انا اتخطبت، ما كانش في دماغي قوي موضوع الشغل. ففي الحوار اللي ما بيني وما بين خطيبي اللي هو بقى جوزي، ان انا مش عايزة اشتغل وانا عايزة اتفرغ للبيت، وده كان ماشي على دماغه وعلى هواه. بابايا ما كانش موافق على كده، قال له لا، يوم الحنة واحنا بقى ايه بنحضر ان بكرة بنكتب القايمة وبنحضر ان بكرة هنكتب الكتاب. بابا قال له كده،
كده هنكتب في شرط من شروط العقد ان هي هتعمل بعد الزواج وان انت مش هتمنعها. جه بقى خطيبي زرجن دماغه، ايه ده انا متفق معاها على كذا ولا كده، وانتوا بترجعوا في كلامك. قال له انت اتفقت معايا، لكن اتفقت معايا انا، فانا قلت له هتكتب الشرط اللي بابا اشترطه، لكن طالما انا وانت متفقين فحياتنا احنا اللي هنحددها مع بعض. وفعلا انا بعد الزواج فضلت ان انا ابقى يعني ايه في البيت ومع الولاد، لان انا دماغي كده ان لا يمكن الست اللي ما بين الشغل وما بين البيت ده بتقدر توفق ما بين ايه الاتنين. ما علينا، فحضرتك حطي الشروط اللي انت عايزاها، ودايما اننا نتكلم في الماديات لانها بتزعل الزوج والزوجه مع بعض. حضرتك ليكي ذمه ماليه مستقله، مفيش حاجه اسمها اصلا انا ورثت اديله ميراثي، مفيش حاجه اسمها اصلا انا كان بابايا كاتب لي حاجه اروح اكتبها باسمه عشان هو مش عارفه ايه. ده حقوقك انت، وانت المفروض ان الزوج بيصرف عليك وبينفق عليك، مش انت اللي بتديله. طبعا خلينا نكون متفقين ان اي اتنين بيتجوزوا هما بيتجوزوا عشان يعفوا بعض وعشان اقامة علاقة زوجية وعلاقة جنسية تحت اطار حلال وداخل مؤسسة الجواز. ف90% من المشاكل اللي بتحصل بعد اول شهور الجواز بتبقى خلل في العلاقة الزوجية. ان انت مش مبسوطة معاه، هو مش مكفيكي في العلاقة، هو مش مبسوط، مثلا العلاقة بتتم على فترات بعيدة، او العلاقة بالعكس بقى بتتم على فترات قريبة وانت الموضوع ده مضايقك، عدم مش عارفة ايه. يعني بصوا بقى المشاكل كتير 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 كتير. المشاكل اللي بتحصل في اول شهرين ثلاثة لا، ده احنا لسه ايه بناخد على بعض وبنطبع على بعض، ولازم ايه نصبر على بعض ونفهم احتياجات بعض ونجرب مرة واتنين. ومهما تكوني اتفرجتي مثلا على قنوات كلمتك او في مش عارف يعني حاجات كده، لا تجربتك مع جوزك هي اللي هتحدد كل حاجة. اصلا انا مش مبسوطة، اصلا انا كذا، اصبروا اصبروا من 3 لـ6 شهور. يعني من 3 لـ6 شهور احنا لسه مش عارفين بعض، احنا لسه مش عارفين بعض ولسه بنطبع على بعض كده ونفهم لبعض. العروسة الاول مكسوفة، العريس اول مرة يبقى فيه علاقة، اصلا انا مش مبسوط، اصلا مش عارفين امتى التايم بالظبط. طب يعني حاجات بقى كتير، اللي هي التفاصيل بقى اللي هي الداخلية اللي هي داخل العلاقة الزوجية دي بيبقى فيها مشاكل كتير. فما فيش واحدة تقول لك ايه اصل الجواز ده مش مبسوطة، اصل مش مستريحة، اصل كذا. ادي نفسك فرصة تعيشي العلاقة الزوجية وتجربوا كذا حاجة، ويبقى في حوار ما بينكم، ونقعد نجيب كتب نقرا مع بعض، او نعمل يعني ايه نتفرج على حد واحده واحده كده ايه يفهمنا. وحاولوا شوفوا الدكاتره بتوع اللي هي العلاقات الجنسيه والحاجات دي كلها، برضو بيشرحوا حلو. واتفرجوا طبعا على قناه مع ياسمين على قد ما اقدر، يعني على قد ما اقدر، انا مش دكتوره ومش متخصصه، لكن على قد ما بقدر بحاول اساعد البنات من التجارب اللي حواليا والحاجات ايه اللي سمعتها. دي اكتر الحاجات اللي فعلا لازم نهتم بيها في اول سنه جواز عشان الدنيا تمشي ايه مع بعض حلو كده. واستنوا مني فيديوهات تانية قوية عن مشاكل او اول سنة جواز ومشاكل العلاقة الزوجية. لايك وشير وسبسكرايب.